تتابعونا في نشرتنا أيضا. أربيل تتخذ قرارات جديدة بشأن توزيع البنزين، والسليمانية تؤشر انخفاضا ملحوظا بتعاطي المخدرات والإتجار بها، ومسؤول حكومي: لا أحد تعرض للتعذيب بأمر قضائي في إقليم كردستان. وبايدن يقول إن مجموعة السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي، ومنظمة حقوقية مغربية تقول إن مأساة اقتحام ليبيا غير مسبوقة، وتطالب بفتح تحقيق في الحادث، والمساعدات الإنسانية تصل إلى أفغانستان.